السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نورة حسن. والنهاردة مع استكمال جديد للمايا فيجوالز أو في الفيجوالز والمايا بشكل عام، لأن ناس كتيرة بعد السلسلة الأولانية اللي عملناها الخاصة بالمايا في اف اكس اللي اتكلمنا فيها من أول الانترفيس في المايا وشغل الباركوز وشغل الداست وشغل الاكسبلوجنز والديفروست، وكمان طبعا مرينا بالمودرنج. فيعني كانت رحلة حلوة جدا والناس كتيرة كانت متفاعلة فيها. بعد ما خلصت السلسلة ديت في ناس طلبت ان احنا يا ريت نكمل في شغل الفيجوال جوه المايا، فان شاء الله هنبدأ من النهاردة في ترجمة ديفيديهات جديدة خاصة بالفيجوالز في المايا. وهتبدأ بيها من البداية من النهاردة مع فايرينج هاوس. بس قبل ما نشوف النتيجة دي، اللي حابب يراجع الكلام ده كله، الكلام موجود كله على الشانل على اليوتيوب الخاصة بهبة حسن ديزاين. هتلاقي فيها بادئ من الصفر، من أول الانترفيس، الانترفيس من المايا. الناس اللي لسه عايزه تتعلم مايا من اول جديد او ما تعرفش عنه اي حاجه، ودي حاجات عامه في الاصدارات بتاعه المايا الاخيره من 16 و17 و18، فما نقلقش خالص. اي فيرجن تستخدمه هتلاقي فيه الشورت كاتس ديت، وبعد كده تقدر بقى تكمل معانا من اول المودرنج مرورا بالاضاءه، مرورا بعد كده تدخل في سلسله الفيجوالز بتاعتنا من بارتكلز لفلويدز، ان انت تطلع نتائج مختلفة ونربطها في بعض في جزء معين بالريد فلو، بحيث نبقى مع بعض في السلسلة الجديدة. لان السلسلة الجديدة بتاعتنا مش هبتدي فيها من الصفر، المفروض ان انت خلاص عارف الدنيا دي من خلال سلسلة مايا دي اكس. خطواتها تبقى اسرع شوية، مش هقف عند كل اوبشن واقول ده بيعمل ايه، لان خلاص احنا عرفنا معظمه. الدنيا والريتم ان احنا نطلع فيه شغل، يعني احنا هنبدا نطلع شغل سريع، تمام؟ فما تتوقعش ان هقف عند كل اوبشن واقول ده بيعمل ايه، لان دي المرحله الثانيه بعد الجزء اللي خاص بالسلسله، تمام؟ طيب بخصوص السلسله بتاعتنا بقى، أول فيديو هنتكلم فيه هو خاص بـ creating fire and smoke effect في أي بيت، يعني إن أنا إزاي نحاكي شكل بيت وهو مولع زي ما احنا شايفين كده المنظر ده، تمام؟ لو ركزنا هنا هتلاقي كأن الحريقة نفسها جاية من جوه من الأوضة دي، وبدأت تمسك في الشباك نفسه، طالعه بفاعليه الجو والتمبرتشر، وطالعه لي من الناحيتين هنا، والنار نفسها بدات تمسك في الجزء اللي خاص بيه الروف اللي على الباب، ومع الوقت بدا يطلع منها اجزاء تقع على الارض بدات تمسك في الارض، تمام؟ في نفس الوقت الاجزاء اللي ولعت او اللي هي خلاص يعني كانت النار زي ما بيقولوا بدأت انها تطلع منها الدخان، والدخان نفسه بيختلف سواء كان جاي من النار او جاي دخان لوحده اثر للحريق نفسه، تمام؟ الفكرة ان احنا ازاي نعمل انيتيشن او نطلع النتيجة اللي احنا شايفينها ديت من خلال الجديد بتاعنا او من خلال مجموعة الدروس اللي هنبتديها من النهاردة. بس علشان نبدأ نعمل افكت زي كده، مهم قوي 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 جدا في شغل الفيجوال بشكل عام بشكل اساسي، ان انت لو هتحاكي حاجه موجوده في الواقع يبقى تحاول تشوف لها sources، تشوف لها شكلها بيبقى عامل ازاي، بحيث تقدر تاخد فكره عن حركه النار، لون النار، شكل الدخان، شكل الافكت النهائي المفروض يبقى عامل ازاي في الحقيقه. وبالتالي بنبدا ان احنا ندور على طرق ان احنا نعملها كفيجوالز بحيث نقرب للحقيقه بقدر الامكان. ده اللي بيفرق شغل الفيجوال من واحد للتاني، ان ازاي يحاول يطلع من جوه ال 3D شغل فيجوالز واقعيه بقدر الامكان،
وبعد كده يفنش في الكومبوستنج في الاخر ازاي الكلام ده مع الاتموسفير اللي حواليه في منتهى الاهميه. سيناريو البيت اللي هنشتغل فيه نفسه لو بصينا بتبدا او الفكره اللي احنا نبقى ماشيين عليها ازاي. بنبدا الاول بالسباركس او اجزاء اللي مسكت فيها النار جوه البيت، هي جوه الاوضه اللي على الشارع دي، تمام. المفروض ان الاجزاء ديت بتبدا تقع جوه البيت في حاجه زي كنبه قماش، تمام. بعديها بتبدا بقى ينتشر النار بشكل سريع في جوه البيت نفسه. احنا لو بصينا هنا على شكل البيت من فوق التوب فيو بتاعه هتلاقي ادي الاوضه اللي هي ماسك فيها النار او بادئ فيها النار، دي الكاوتش او الكنبه اللي ماسكه اللي بدات منها النار ايا كان السورس او ايه السبب. بعد كده بتبدا تخرج النار من الشباك الاول هنا والشباك التاني بفعل الهواء وفعل الضغط، فبتبدا انها تطلع بره. مع زيادتها في الجزء دوت من الشباك ده بيبدأ بقى توصل النار بفعل الضغط والجرافيتي والهواء والكلام ده كله، تمسك في السقف بتاع الباب الرئيسي الفريم الرئيسي للباب، واللي بيبدأ طبعا بعد كده بيبدأ يأثر أكتر على الأرضية لأن هيبدأ ينزل منها سباركس زي ما احنا شفنا هنا تقع على الأجزاء دي. الأجزاء بتاعة الشبابيك طبعا عارفينها بتبقى عادة خشب، فلازم تكون شكل النار اللي طالع من الخشب قريب من الواقع بتبقى عامل ازاي. كمان الجزء ده هيبقى برضو ايه خشب نفس الفكرة، تمام. من الناحية التانية الشباك التاني اللي هو رقم 3 هيبقى طالع منه اثار الدخان، وده بعد انتهاء الحريقة لان الحريقة ماسكة هنا، فبالتالي ضغط الدخان في المكان المقفول زي سقف الاوض ديت والاماكن المقفولة من جوه بيبقى اشد بفعل التمبريتشر، وبالتالي بيتشد لبره يطلع من هنا بشكل كثيف زي ما احنا شايفين كده. طبعا في اختلاف بين الدخان اللي طالع من النار زي ما قلنا وبين اللي طالع بفعل الجرافيتي او سوري بفعل التمبريتشر و البوينتس وغيره بحيث انه يطلع من الشباك بالشكل ده، تمام. طيب بالمنظر ده يبقى احنا عندنا هنا هتبدأ النار من جوه من السباركس، تمام، وهتمسك في الكاوتش كلها او في كل الستاير والقماش والحاجات الموجودة هنا في الأوضة دي هتبدأ تتحرق. يبدأ تخرج النار من الشبابيك، الشباك الأول والشباك التاني، يبدأ أجزاء النار أو تنتشر على الفريم بتاعت الباب، يبدأ بقى يدخل الفريم لما بيتأثر بالمنظر ده من جوه هيتأثر كمان على الشباك رقم 3. لازم في البداية قبل ما تبدأ تعمل أي حاجة وتدخل على البرنامج وتبدأ تشتغل تخطط كده بالورقة والقلم على حسب البرنامج اللي انت هتشتغل على أو سوري على حسب الإفكت اللي انت عايز توصله ايه، تمام. بالمناسبة الموديل نفسه اللي هنشتغل عليه هيتضغط وهرفعه مع اللينك اللي خاص بالمحاضرة، هتلاقيها في الديسكريبشن الخاص بالفيديو فما تقلقش خالص. بعد ما خططنا بشكل مبدئي هنعمل ايه والنار المفروض يبقى شكلها عامل ازاي، لازم بقى نبدا نروح نشوف سورسز للكلام ده، واولها ان احنا نشوف صور مثلا شكل الفاير بيبقى عامل ازاي، شكل الاوباسيتي عامل ازاي. لازم تحط في دماغك ان في اختلاف في الماتيريال وبيبقى اختلاف بناء عليها في شكل النار، يعني النار اللي طالعه من خشب غير النار اللي طالعه من الحديد غير النار اللي تبقى طالعه مثلا من قماش وهكذا. فالواحد لما بيبقى شايف سورسز كتيره واقعيه بياخد فكره عن حركه النار عامله ايه، الاوباسيتي او الشفافيه بتاعتها عامله ازاي في المنظر ده، تمام. السموك اللي طالع منها عامل ازاي، لو الاضاءه خافته شويه شكل النار بيبقى عامل ايه، الدخان بتاعها عامل ايه. كل ده بيديلك نوليدج كويسه او معرفه كويسه تخليك تعرف تبتدي تشتغل على ارض صلبه انت متخيل الدنيا هتبقى عامله ازاي، وبالتالي هتقدر او تحاول توصلها بقدر الامكان.
الصور بس مش كفاية، محتاج كمان تشوف فيديوهات. ومن ضمن الفيديوهات اللي أوحت بفكرة زي كده كان مجموعة فيديوهات لبيوت محروقة بالمنظر ده، يعني ده كان فيديو قريب جدا للموضوع ده. لو احنا شايفين هو تقريبا نفس الفكرة، البيت من جوه محروق برضو، في حاجة ماسكة في النار وبالتالي بدأت تطلع من الأماكن المفتوحة اللي هما الشباكين دول. شايفين كثافة النار عاملة ازاي، الدخان عاملة ازاي، حركتها برضو عاملة ازاي. نفس الفكرة هنا، الفايرمان طفى الحريق نفسه. احنا شوفنا في الحتة دي تاني بدأ ان هو يطفيها، فبدأت هنا النار لونها يختلف، كثافتها تختلف، غير النار او سوري الدخان اللي طالع من النار في الجزء التاني. فدي فيديوهات موجودة على اليوتيوب على فكرة. شوف لما مجرد ما شال الشباك عاملة ازاي، شوف النار سرعتها سريعة ازاي وكثافتها عاملة ازاي. فمهم جدا 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 تشوف على قد ما تقدر effects و resources، صور فيديوز ايا كان، علشان تتخيل الدنيا هتبقى ايه قبل ما نبدأ تفتح البرنامج ونبدأ الشغل بتاعك. في البرنامج انا شغالة على 117، تقدر تشتغل على 18 عادي، ما فيش سبب معين لاختيار الفيرجن ده. انا لقيته نازل على الجهاز قلت تمام مش مشكلة، ف زي ما تحب، بس يا ريت نقرب الفيرجن من بعض. يعني ما لقيش حد يشتغل على 15 او على 16، خلينا قريبين يعني ايه علشان تبقى الدنيا افضل. الموديل نفسه زي ما قلت لكم هيتضغط وهيترفع على لينك تحت المحاضرة بحيث تدونها بسهولة ونبدأ نشتغل. الموديل سهل جدا، تقدر تجيب انت اي موديل. ده الباب اللي احنا قلنا عليه، ادي الشبابيك اللي هيبدأ فيها السورس بتاع الشغل بتاعنا، ونبدأ بقى مع بعض ان شاء الله في كرييتنج الفاير من المحاضرة الجاية.